بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موعدنا مع الجزء الثالث من الشابتر الثالث، وإن شاء الله راح يكون هذا هو الجزء الأخير من متطلبات النصف الأول للفصل الحالي. تمام، فموضوعنا اليوم هو نون ديجنريت فورمز، وهذه ديجنريت يعني ايش؟ معناتها المنقرضة او المنتهية. فبالنهاية معناتها الفورمز الغير منتهية او النماذج غير المنتهية من البوابات المنطقية. تمام، هاي العنوان. في عندنا 16 ايش بوسبل كومبينيشنز، يعني في عندنا 16 كومبينيشن ممكنة من لما نستخدم التو ليفل فورمز، يعني نحط اند 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 اور اور اند. في عندنا 16 حالة منتهية، بمعنى تنتهي هاي الموضوع بعملية واحدة. فلما احط مثلا اثنين اند ورا بعض بيكون عن ايش؟ عبارة عن اند بثلاث انبوت، مثلا ثلاث انبوت، او اند ناند بيكون عبارة عن اند ناند، ممكن نستخدمها ايش؟ بيكون في عملية واحدة منتهية، وكأنه بنحط بس انفيرجن على مدخل من المداخل او المخرج عفوا، بصير عندنا ايش؟ عملية واحدة بس منتهية. فعملية 16 عملية هذه اللي عندنا البسبل كومبينيشن 16 فيهم 8 حالات، ثمان حالات مالهم ايش؟ هاي الثمان حالات 8 اوف ذم يعني مالهم ديجنريت فورمز، يعني سنجل اوبريشن، عمليه واحده فقط. هذا الاند اند قلنا بست اند ثلاث مداخل، اور اور نفس الموضوع، والاند ناند يعني عمليه واحده وما الى ذلك. لكن في عندنا من ال 16 هذه، من 16 عمليه غير الثمانيه المنتهيه او اللي هي بسموها سنجل اوبريشن او ديجنريت فورمز، في عنا نون ديجنريت فورمز كمان ايش؟ كمان 8 اخرين، عنا 8 اخرين غير منتهيين، وهذول العمليات هم الاند اور، اور اند، ناند ناند، نور نور، نور اور، ناند اند، اور ناند اند، ايش في الاخير؟ اند نور. تمام، من هذول العمليات هلا عنا اربعه، هذول هم الاند اور اللي هي اول واحده هاي، تمام، والناند ناند اللي هاي، مثلا هاي اربع عمليات، بس هذول بيعبروا عن ايش؟ يساوي السم اوف برودكتس. سم ايش؟ اوف برودكتس، يعني اللي احنا عملناها زمان ما يسمى المين تيرمز، يعني سم اوف برودكتس مجموع المين تيرمز. وفي عندنا اللي هي الاور اند، هاي الاور اند، وفي عندنا النور نور اللي هي النور نور، هاي كمان ايش؟ صار عندنا اربع عمليات من الثمانيه هذه عرفناهم اللي هم برودكت اوف سامس. عندنا هاي تنتين وهنا كمان تنتين، أربعة من الثمانية صاروا معروف إيش واقعهم وإيش قصتهم. هذول الأربعة خلصنا منهم، صاروا معروفين إيش إنهم واحد السام اوف برودكت وواحد تاني برودكت اوف سامس. ضل عندنا كمان إيش؟ أربع عمليات، هذول نتعرف عليهم إن شاء الله اليوم. فعندنا الإيش؟ النور نور اللي هي نور أور، والناند أند ناند أند، وعندنا الأور ناند، وعندنا الاند نور. هذول ايش بيعملوا؟ هذا اللي حنتعرف عليه في خلال المحاضره او السلايدات الجايه. عندنا هان الاند اور انفرت امبلمنتيشن، يعني ايش اند اور انفرت؟ هذه كيف نعبر عن هذول العمليات هذه بالايش؟ بالاند اور انفرت امبلمنتيشن. عندنا مثلا ناند اند هي بتساوي الاند نور، او بسموها ايش كمان؟ الاي او اي اللي هي اند اور اختصارا اللي هي and or and or invert and or invert. فلو مثلا عندنا مثال الاف دال اف هذه نعبر عنها بال a b زائد c d زائد ايش e داش، بمعنى كله inverted. لو جبنا الانفيرجن هذا اللي عندنا الانفيرجن، تمام، وحطنا على الاف هان بيطلع عندنا هي زي كده اف داش تساوي، مشينا الاف داش الهان وصار عندنا ايش؟ a b زائد سي دي زائد اي، يعني سام ايش اوف برودكت، سام ايش اوف برودكت. تمام، حولناها الى هذه الحاله. طيب لما نطبق العمليه هنلاقي عندنا هاي هان الاي بي اي اند بي سي اند دي، وعندنا الاي دخلناها على ايش؟ طبعا كلها في عندنا هان زائد وعندنا هان زائد، يعني عندنا ايش؟ اور اور. تمام، وما انه هي عندنا هان اف داش بالاساس حطينا هنا عندنا ايش كمان؟ حطينا عندنا الانفيرجن، صار عندنا اف داش اللي هي بعد، صار عندنا نور في الدافع، نور في المخرج. فهي عباره عن ايش؟ صارت العمليه عندنا اند ايش؟ اند نور، ماشي، اند اور اللي هي اند اور انفيرجن اللي هو هاي الانفيرجن. تمام، فهيك عبرنا عن القصه كلها بالطريقه هذه، اند اور انفيرجن، وهاي الانفيرجن عندنا، هي عندنا الاند
وهي عند الاور وهي الانفيرجن تمام على المخرج. فبالتالي احنا مثلنا الان الايش فانكشن هو الناند اند والاند نور عن طريق الايش الاي او اي. شايفين كيف القصه كانت؟ لو جينا هاد اللي هي اند ناند والايش والاند ناند هيها شايفين عبرنا عنها هنا هي الاند ناند عبرنا عنها هي والاند اور اللي هي عندنا هان اند اور اللي عبرنا عن الاند اور سوري وضحنا الناند اند والاند نور عبرنا عنها بالاي اي. فعندنا هان هلاقي عندنا الاند ناند الاند ناند والايش اخذناها من هنا مثلا عبرنا عنها بالايش بالناند بالتعبير تبعنا اللي هو ايش الاند نور الاند نور اللي هي هنا تمام بالاند نور وحطيناها بالايش بالاي او اي انفيرجن تمام. فهي صارت ايش عبرنا عنها اللي بالطريقه هذه وصارت هي عباره بالنهايه عن سام اوف برودكت تمام. هنلاقي هي الاند نور الاند نور تبعتنا هذه نت اور تمام اللي كانت هنا هي بتساوي في الاخير زي ما احنا عارفين حتاخذ الاند نور بالطريقه هذه. هاي عند الاند زي ما هو الاند زي ما هو ما تغيرش والاي زي ما هي زي ما هي مدخل لكن تغير هنا الشكل. ليش؟ لو قلنا من المحاضره الماضيه انه هو النور ممكن نعوض عنها بليش بالانفيرتد او نيجاتيف ايش اند يعني يكون مداخل الاند هان معكوسه فيها انفيرتر على المدخل الاند بصير نيجاتيف اند وهو بيتعبر عن النور تمام. فبالتالي هي هذه صارت نفس القصه اللي هي تعبر عن نفس الداله. تيجي هنا على شو اسمه نفس الـ على الـ على التمثيل الثالث بدل ما حطينا الانفيرجن هان لقينا الدوائر هذه الانفيرجن لقيناهم حطيناهم وين؟ على مد على مخارج ايش؟ على مخارج الاند. وعشان نطبق الموضوع زي ما حكينا المحاضره اللي فاتت على ايش؟ المدخل الثالث ونستخدم موضوع ايش؟ الناند يعني نستخدم موضوع انه نمثل اي دائره بالناند لازم كمان الطرف الثالث اللي فيش عليه انفيرتر هان مدام فيش لا بده هان صار انفيرتر زياده فحاطين على الاي كمان انفيرتر. فانا قلنا البابلز هذول الدوائر الصغيره انا قلت لهم بدل ما كانوا على هنا على المخرج على المدخل تبع الاند عفوا حطيناها على المخرج تبع الاند صارت ناند ناند وايش وانفيرتر هان وهي صار الفانكشن بالتمثيل. فمثلنا الداله هذه للاف بتساوي اي بي زائد سي دي زائد دي كله داخل اقواس داش مثلناها بالنهاية بطريقة الاند نور ايضا بدل ما كانت اند اور الطريقة التقليدية اللي بنعرفها دائما والاند نور عفوا يعني اند اور وانفيرتر صارت اند نور وعرفناها بالايش بالناند اند تمام. فاصبح الفانكشن تبعنا هذا السيركت يمثل بالطريقة هذه تمام. الان نيجي على الاند اور انفيرتر اللي هي عفوا بدل ما قلنا نحكي عن اللي هي الاند اور انفيرتر بنحاول نمثل بطريقه الاور اند انفرتر الاور اند او اي اي. هنا الاور ناند الاور ناند هي بتساوي ايش؟ الاور ناند بتساوي ايش كمان؟ النور اور النور اور وهي بتساوي الاو اي اي. لو رجعنا هان هيا ايش قلنا؟ الاور اند الاور ناند عفوا هيها موجوده عندنا هنا وهي تمثل ايضا ايش كمان؟ طريقه النور اور تمام النور اور. هنيجي هنا هتلاقي عندنا نور اور والاور ناند الاور ناند وهنمثلها باستخدام اليه ايش او بطريقه الاور اند انفرتر او اور اند انفرت تمام. لو اخذنا مثال مثلا زي الفانكشن هذا اف بتساوي اي اي زائد بي بين قوسين ضرب سي زائد دي بين قوسين ضرب الاي هان عندنا كله بداخل اقواس الداش الاف داش بتساوي اي زائد بي سي زائد دي ضرب الاي فان بصير عملية ايش برودكت اوف سامز تمام. اوكي برودكت اوف سامز حولناها لانه اخذنا الداش هذه من هان وحطيناها وين؟ حطيناها الداش اللي كانت هنا نقلناها وحطيناها هنا تمام على الاف تمام حطيناها وين؟ على الاف. فصارت الاف بتساوي اف داش وعن هان صارت اي زائد بي ضرب سي زائد دي ضرب الاي تمام. تمثيل الدائره هذه زي ما احنا شايفين نفس الاليه قبل شوي اللي هو اور اند انفيرجن عندنا هاي الاورات وهي الاور وهي الاور مع الانفيرجن. فاخذنا هان اي اور وهي الاور بدايه حطيناها مع الاند وهان عندنا الانفيرجن تمام. هاي الاور اور اللي اور ناند. بعدين نيجي عندنا هان على ايش؟ على الحاله الثانيه حولنا الاورز زي ما هن جبناهم هان اي اي
بي وهان سي واي، وصار عندنا بدال ما حطينا الناند حولنا الناند ايش لازم ما كنا النيجاتيف اور، جبنا اور وحطينا حطينا المداخل عليها ايش البابلز هذول صحيح تمام، حطينا عليهم الثلاث الانفرتر، بعدين نقلنا الانفرترات هذه من هنا حطيناهم هنا زي ما هو الواقع هنا موجود شفنا كيف، وبعد المدخل الاخير اي حطينا على الانفرتر. صار عندنا هان الاليه المستخدمه هي نور اور، نور اور، اذا هي عبرنا عن الاور ناند باستخدام ايش النور اور امبلمنتيشن او الاو اي اي تمام، كيف نعبر على الاور اند انفرت سيركتس باستخدام البدل هذه. فهذه كله زي ما لاحظنا هذول الحالات الاخيره اللي ما كان لهم مش ايش تمثيل، هي الاور ايش الاور ناند اللي هي الاور ناند هاي ها تمام، عبرنا عنها هي كمان والاند والاند نور اللي هي هذه تمام، وعبرنا كمان عن النور اور اللي هي نور اور، وبعدين مع مين مع الناند اند، هي كل هذول استخدمناه الان في ايش سواء بنعرف كيف نمثلهم. فاول حاجه حكينا عن الناند اند هي هنا ناند اند مع باستخدام الاند نور الاو اي كيف مثلناها مثلناها بالطريقه هذه في الاخر تمام، بعد ما كانت كده بعدين اجينا على الحاله الثانيه طبعا نجحنا شويه، هلا قلنا الناند اند مع الايش الاند اور ايوه الاند عفوا اند نور هي الاند نور مش الاند اور سوري هي الحين عشان نشوف الواضح تصير القصه الاند اور الاند نور شوف الاند اند ناند اور مع بعض، وهان في الحاله الثانيه اخذنا الاور ناند مع النور أور نور اور وعرفنا عبرنا عنها باستخدام الايش الاو اي اي اللي هي ايش اور اند انفرت تمام. هيك ارجو ان تكون الامور وضحت شويه او اصبحت مفهومه بناء على كيف نمثل اخر حاله اخر ثمان حالات من ايش من الامبلمنتيشن زي ما حكينا قبل شوي عندنا 16 بوسيبل كومبينيشن من التو ليفل اند اند كذا كذا، هذول كلهم ديجنريتد هم بينتهوا بعمليه واحده، عندنا ثمانيه بينتهوا بعمليه واحده منهم الاربعه هذول ما عارفين ايش يسموا برودكتس اوف سبز مجموع المضروبات ومضروب المجموعات يعني اللي هي من تيرم مجموع الميكس تيرمز ومضروب المين تيرمز، بضل عندنا الاربع حالات هذه شفنا كيف الناتج تبعهم كيف يتم عمليه تمثيلهم باستخدام اليه الايش الاي او اي او الاو اي اي حسب الوضع تمام. نيجي الان على ايش نعمل على التابولر سمري اند اكزامبلز مثال في جدول عندنا مثلا الاف داش بيساوي اكس اكس داش واي زائد اكس واي داش زائد زد، هذا الاف داش بتساوي سم اوف برودكت سم ايش مضروب مضروب وعنصر جمعناهم كلهم صار مضروب زي مجموع المنتينز او المضروبات، عبرنا عنها بالاي او اي امبلمنتيشن صارت بالطريقه بتساوي اكس داش واي زائد اكس واي داش زائد ايش زد داش. الاليه سهله يا جماعه بداش اكثر من انك انت تجيب بس الداش على الجهه الثانيه، حط الداش هان يعني ها عشان اللي متحيرين في الموضوع، هاي الداش هاي شلناها حطينا هان جوز وكمان جوز وحطينا حطينا هاي الداش شايفينها بس هاي الفكره. الحاله الثالثه وزعنا الداش جوا، لو قمنا بعمليه رياضيه على ورقه خارجيه في البيت تمرين كان تمرين في البيت حنلاقي لما لو فكينا هذا على قاعده ديمورجان وتوزيع الداش على جوا حنلاقي حيطلع لنا الناتج هو هذا الناتج، حوزع الداش جوا هذا بس عندنا او مثلا اول حاله الاكس داش واي داش تمام، والزائد هذه بتصير ضرب افتح قوس نزل بعديه الاكس واي داش جوز عليها كمان داش والزائد هذه كم مره ضرب وبصير عندنا جوا هان ايش زد داش، هلقيت بصير الداش هذه موزعها كم مره جوا بصير عندنا اكس داش داش زائد واي تمام، ضرب اكس داش زائد واي داش داش ووزعهم كم مره اقوم بالعمليه حط على الناتج عندنا بالطريقه هذه 100% هذه الفكره توزيع الداش ونقلب الجمع ضرب وضرب جمع حتى نصل حصل النتيجه هذه مع الموزع وضعنا سم اوف برودكتس في الاخر هان مع سم اوف برودكتس في النهايه كناتج، بعدين بنكمل الحل بنلاقي عندنا لو حطينا ايش انه نجيب الاف داش للسمز يعني بنحط عليها هان داش وهان كمان داش يعني حطينا احنا من عندنا على الاف هذه داش وبالتالي عشان تضل المعادله صحيحه حطينا كم مره هان جوز حطينا هان جوز
وقوس على التيرم كله الناتج اللي هنا قوس وقوس، وحطينا عليه داش من عندنا يعني، وحلينا يطلع اعطينا حطينا داشان وداشان، وحلينا الفيصل عندنا هذا اف داش طبعا، وهذا لما نحط كاميرا الداش الموزع حيطلع لنا الناتج هنا برضه. هذا كنت عملها هوم وورك، وظيفه منزليه، وتجربوا كيف توزعوا الداش جوا وبطلع الجواب عندنا ايش اسمه موزع. حتى يطلع لنا اكس زائد واي زائد زد ضرب، هذا الزائد صار الضرب عندنا هنا اكس داش واي داش زد داش داش يعني زد. تمام تمام، وبطلع لنا الجواب عندنا برودكت اوف سامز بالطريقه هذه. وبالتالي هذا بننقل بعدين في الخطوه الاخيره عشان نطلع الاي واي اللي هو اور اند انفيرت، بنشيل الداش هذه نحطها برا داخل قوسين، وبطلع الجواب عن نفسه اكس زائد واي زائد زد ضرب اكس داش زائد واي داش زائد زد، كله بدا بين الاقواس الخارجيه في داخل ايش الانفيرت، وبكون هو الاور اند انفيرت كحل نهائي. هذا كمثال شكل تيبل شكل مجدول لكيف التحويل بين الفورمز المختلفه لتمثيل العمليات او الفانكشنز هذه باستخدام الايش امبلمنتيشن، طرق الامبلمنتيشن المختلفه، خاصه استعرضناها في الاخر تو باستخدام قواعد الجبر البولين المختلفه طبعا، نعمل امبلمنتيشن بطريقه الاي او اي والاو اي اي لنفس الفانكشن باستخدام التلاعب بعدين مورجان وتفكيك الاقواس وتوزيع الداجز والانفيرجنز وما الى ذلك. اوكي، فعندنا هان تيبل بتقول بتوضح الموضوع، عندنا equivalent non-degenerate forms and equivalent هذه عندنا and nor، مقابلها بيطلع الناند and. تمام، ناند and مقابل ايش الاند نور، هذا يقابل بعض. تمام، ممكن تعبر بهذه عن هذه ايضا، واللي هي implements of the function نعبرها بطريقة الايش ال AOI، وهي تعبر عن في النهاية عن sum of product form by combination ones in ايش in ما. يعني عمليا في الاخر احنا وصلنا لما عملنا ال AND OR INVERT هي طلعت تعبر العملية بعد مع عملية التحويل هي بالضبط كمان مرة sum of ايش product. تمام، الحالة الثانية اللي هي ال OR AND والNOR OR هم بيمثلوا بعض عمليا نفس ممكن احول الفانكشن من الاند نور للناند اند او الاور ناند للنور نور، ونعملها امبلمنتيشن باستخدام الاور ناند انفيرت. تمام، الامبلمنتيشن بالاو او اي اي، وهي اصلا في النهايه صارت بتعبر عن ايش ما دام اور اند عن ايش برودكت اوف سمز. تمام، لانه الاو الانفرت هو الاختلاف الاخير الانفرت فقط، تمام، اضافه هو انفرت بغير شيء من نوع العمليه بالنهايه هو سبيكس الاشاره، فبتضلها في الاخير هي اند اور يعني سم اوف برودكتس اند اور سم اوف برودكتس اور اند يعني برودكت اوف سمز. تمام، فبالنهايه برضو اخر اربع عمليات من الثمانيه اللي هو نن اللي هم اكثر مش سنجل اوبريشن اكثر من عمليه نعبر عنهم بالاليه الاي او اي والاو اي اي، وهم بالنهايه بيطلعوا في الاخير زي اللي قبلهم زي الثمانية التانيين sum of products product ايش of sum زي ما حكينا قبل شوية في الجدول. نرجع شوية لورا بنلاقي عندنا شو هذا، عندنا أربع عمليات اللي هم هدول مثلا. تمام، اللي هو and or والناند and والor and والnor or هم product of sum. ضل هدول ايش هم واقعهم، قلنا في علامة استفهام على الموضوع تو بينا ان هم برضه هدول الأربعة داخلين مع بعض. لما حكينا فيه مع بعض وعملنا امبلمنتيشن بالاي او اي والاو اي، هم في خيط طلعوا برضه حسب النتائج تبعتنا انهم برضه في النهايه هم عباره عن سم برودكت وبرودكت ايش اوف سم. تمام، هذا بالنسبه لموضوع ايش الاي او اي والاو اي، واخر اربع او اخر ثمان اخر اربعه من شو اسمه دوال او اخر اربعه فورمز من النون جنريتيف فورمز غير منتهيه او اكثر من عمليه واحده كان مش واضح كيف الي كيف طريقه الامبلمنتيشن تبعتها او لا وادائها كيف بيكون. طيب هاي هان بنلاقي عندنا الماب سمبليفيكيشن سم برودكت، بنلاقي عندنا مثلا عندنا هان واحد وعندنا هان واحد، حنلاقي عندنا الاف بتساوي اكس داش واي داش زد داش زائد اكس واي داش زد داش اللي هي هذه وهذه. تمام، هذا عندنا هان اللي هو كله اكس داش واي داش زد داش هي واحد هان، والواحد هذا اللي هو اكس واي داش لو وزعناها حطيناها الاف داش حطينا هان ايش فوق على ال حطينا على الاف هان شحطت اف داش وحطينا هان داش ووزعناها
يطلع لنا ايش 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 اسمه، يطلع لنا مع التوزيع للداش هذه بتساوي اكس داش واي زائد اكس واي داش زائد اكس، ووزعها كلها حيطلع عندنا الناتج ايش بعد توزيع وقيام العمليات الرياضيه اللازمه عشان نوزع الداش جوا، لانه هل حطينا داش يعني احنا حطينا كمان مره هان داش، وقلنا بالعمليات الرياضيه المعهوده اللي عملناها باستخدام الجبر البوليني وزعنا الداش جوا وقلبنا الضرب الى جمع والجمع الى ضرب، حيطلع الناتج بالطريقه هذه هو هذا. فبالتالي حيتحول الان نور الى الناند اند اللي هي هذه، تمام؟ ان عندنا هان هذه اكس داش هيها واي، تمام؟ صار عندنا هاي عندنا اكس واي داش اكس واي داش مع الان مع الجمع في عندنا هان ايش اور، في عندنا هان اور وعندنا هاي الزد، طب دخلناها زي ما هي مع الاور، وبما انه عندنا هان اف داش في الاخر خلنا الايش الانفرت هذه سطر امبلمنتيشن. طبعا هذه قلبناها هنا نفس الاليد قبل شويه، وهذا صار بده هان الزد صار بده انفرتر هان، تمام؟ فطلع عندنا العمليه اللي هي اف بتساوي اكس داش واي زائد اكس واي داش زائد زد كله في داخل الداش بالطريقه، وعملنا امبلمنتيشن للنور باستخدام الانفرتد ايش اند، وجبنا المداخل هذا ما دام الانفرتر هان موجود جبناه وحطيناه هان، تمام؟ هذه اللي حكينا عنه قبل شويه. الاور اند الاور ناند عفوا نفسي هي الاور بتاعت مداخل، اور بتاعت مداخل حطيناها بايش امبلمنتيشن بالناند، وزي ما احنا عارفين الناند بنعبر عنها برضه بالايش بالنيجاتيف اور، مداخل اور نيجاتيف دخلنا هاي المداهان عملناها المداخل نيجاتيف على المنطقه هذه عشان اوضحها كمان مره، هاي هذه النيجاتيف هان دخلت هان اوكي دخلناها هان على الاف، تمام؟ فان اور اور، تمام؟ اوكي نيجي هان لموضوع جديد هو موضوع الاكسكلوزيف اور فانكشن، الاكس اور فانكشن، الموضوع سهل جدا ولا بده تفسير، له استخدام معين في موضوع تصحيح الشفرات اللي ذكرته موضوع البارتي والبارتي بيت والكوركشن عن طريق البارتي او اكتشاف الاخطاء عن طريق البارتي بيت، تمام؟ الاكسكلوزيف اور له التمثيل هذا اكس اكس اور واي وعادتها الرياضيه هي اكس واي داش زائد اكس داش واي، تمام؟ وبالتالي الاكسكلوزيف نور هنا فيها بصير اكس اكس اور واي وكلها في داخل الداش، وزعنا الداش هذا جوا حصير على المعادله بالعكس، حصير الموزع جوا حصير عندنا اكس واي زائد اكس داش واي داش، اذا معادله الاكس نور هي اكس واي زائد اكس داش اكس واي. طبق العمليات الرياضيه المعروفه لما توزع الداش هذا على المعادله هنا فوق حيطلع عندك الناتج هذا هو تحت، هذا اعتبروها ايش؟ وظيفه برضه منزليه هوم وورك، تمام؟ اوكي عندنا سم ايدنتيتيز بعض الخواص المتعلقه في الاكسكلوزيف اور او الاكس اور، انه اكس اكس اور 0 دائما اكس، طبق هان على النص على الموضوع بتلاقي اكس اكس اور او حط محل الواي داش محل الواي 0 بيطلع عندنا اكس ضرب 0 داش يعني اكس ضرب 1 بصير عندنا اكس، وهان اكس داش ضرب الصفر حيطلع جواب 0، فبالتالي حتروح القسم هذا مضروب في صفر وحيروح محل واحد طلع صفر راحت، ولما عكس الصفر صارت واحد صار الجواب عندنا اكس، تمام؟ حط هان اكس زائد اكس اكس اور واحد بتساوي اكس ايش؟ داش 100%. لاحظ هان انه هذا انه لما عوضنا محل الواي بواحد صار عندنا اكس ضرب صفر فراحت، فصار عندنا هان اكس داش ضرب واحد صارت اكس داش الجواب 100%. اكس اكس اور اكس بتساوي صفر لانه هان لازم مره حتكون اكس في معكوسها في صفر ومره راح تكون ايش هي نفس الصفر ايش في الواي الثانيه، فبالتالي حيطلع الجواب دائما صفر. طبق العمليه حتلاقي انه فعلا العمليه بالطريقه هذه حيطلع دائما اكس اكس اور اكس بتساوي دائما ايش صفر، لانه هي مره حناخذ الرقم ومره حناخذ ايش معكوسه ومره حيكون هو واحد ومره حيكون صفر، لو عوضها بواحد صفر حتلاقي دائما الناتج انه حيطلع دائما الجواب عندنا هان صفر، يعني اكس اكس كور نفسه حيطلع صفر، اما الاكس اكس كور واحد عفوا اكس اكس كور داش دائما حيطلع الجواب واحد، طبقي هنا حتلاقي اكس ضرب ايش؟ اكس داش داش حيطلع لنا في حاله من الحالتين، مره حيطلع هان الترم صفر ومره حيطلع ولكن حيطلع الترم الثاني حيكون ايش؟ واحد، لو قلبنا حيطلع هذا واحد حيطلع هذا صفر، ففي حاله الحالتين حيكون واحد واحد او صفر دائما، يعني صفر او واحد الناتج او صفر او واحد او صفر،
تمام، يعني حط واحد او صفر او صفر او واحد، فحكون لنا جمع لنا ايش الناتج، جمع لنا واحد. نيجي على x x or y داش وتساوي x x or y ايش داش. هذه لما نعملها العملية وجربناها بال يعني جربناها رياضيا، حطينا اللي هو x x x وزعنا لهذا الداش جوا، حتلاقي انه x x or y داش بتساوي فعلا هي x x or y كله بده يعني x نور عمليا، والx داش x or y برضو بتساوي x x or y داش اللي هي x نور. تمام، عمليا تنتبه للعلاقة هذه، انه لما يكون عندنا الداش على اي حد من حدين بيكون الناتج هو عبارة عن ايش، عن x نور. نور اللي هي شايفين x نور شايفينها، هذه خاصية مهمة. commutative and associative اللي هي الإبدالية الخاصية الإبدالية والأسوشيتيفيتي تبعتها، معنى الـ AX or B بتساوي BX or A. وهان لو حطينا الأقواس حوالين الـ A والـ B أو حطينا مع الـ B والـ C الأقواس بدلنا مكانها بتكون associative، بتغيرش القيمة، ما بتغيرش القيمة. تمام، نيجي هنا على الامبلمنتيشن، كيف نعمل الامبلمنتيشن الموضوع؟ زي ما احنا شايفين عندنا هاي الاكس اكس اور واي، هاي معادلتها الرياضيه اكس واي داش زائد اكس داش واي، مضبوط. كيف وصلنا لها؟ انه هي الاكس داش زائد واي داش ضرب اكس داش زائد واي داش ضرب واي وتساوي اكس واي داش زائد اكس داش واي. لو اخذناها بنلاقي عندنا مدخلين اكس والواي، مره حكون الاكس داخل عدل هو الواي، ومره حكون انفيرتد. تمام، مرة ناخذ الانفيرجن ونمرقه هنا، ومرة ناخذ الواي انفيرجن وندخله هنا، طلع لنا ايش عندنا؟ اكس واي داش اند اكس داش واي، يعني اللي اكس اند اكس داش اند واي هنا، وكله في الاخر ايش طالع على ايش؟ على الاور اللي هي هذه، هي الاور. تمام، هي الامبلمنتيشن، بس وذ اند اور ناند جيت، عمل امبلمنتيشن بالاند اور نوت جيت نيجاتيف يعني. تمام، اند اور والايش والانفيرجن هي دول النوت جيت. ممكن برضو نعوض على الموضوع هذا بايش؟ الاكس والواي 100% اخذناها ايش؟ بالناند 100% نوت اند، اوكي؟ تمام؟ اوكي. فعندنا هان النوت اند، بيجي عندنا هان وذ ناند جيت، اوكي. عوضنا عن هذه بدأ بالآن ذات مع الإيش، طبعا استخدمناها بالإيش والناند فقط. تمام، زي ما احنا عارفين ممكن نعمل أي عملية رياضية أو أي عملية بنعوض عنها بالناند. الأور هذه تمام أخذناها إن هي حولناها لإيش، إلى not inverted inverted and. تمام، وحطيناها في الآخر إيش عمليا إيش النيجاتيف أور على المخرج عشان نعبر عن نفس العملية، زي ما اخذنا المحاضره الماضيه كيف نعوض او نعمل عمليه امبلمنتيشن لاي داله او اي فانكشن اسمه البوليني نستخدم باستخدام الناند او النور. فهان احنا بدنا الاند اور ان اللي هي اي او ان، استخدمنا هذا الناند جيتس بدالهم، فعوضنا عن الدوال هذه بالايش، دخلنا الاكس الانفيرتد هذه اكس واي باستخدام الانفيرتد اند ناند يعني، ودخلناها على ناندتين هان. تمام، حولناها المعادلة بالتعبير هذا. يعني كيف بنيجي عنا على هذول الدوال بنحولهم جبريا، بس يعني المعادلة ايش بتطبق على انه نعمل هالناند وهالناند. وعندنا في المخرج الاور حولناها زي ما احنا عارفين دائما ناخذ النيجاتيف اور على المدخل. تمام، فبصير عندنا نيجاتيف اور على المدخل هذا، اوكي، وبتصير ايش بدل ايش بدل النا بدل بدل نيجاتيف اند عفوا بدل الاور. وبانه كل العمليه كلها قلبناها يعني عملنا اف داش يساوي كذا كذا وحولنا الدشات جوا عشان يطلع في عندنا التمثيل بالطريقه هذه، صار عندنا في ان اف داش على المخرج، صار ناتج العمليه هو عباره عن اف داش، فاضطرينا نستخدم هان ايش الاور. لو رجعنا المعادلة كمان مرة، المعادلة الرياضية، وحاولنا نشوف كيف التحويل لها، هلاقي الامبلمنتيشن هذا
لو حطينا أقواس عليه وداش وبدلنا وبدلنا وغيرنا حيطلع لنا نفس المعادلة الرياضية تبعت اللي بتطبق الآلية هذه، تمام؟ فهو بس هنشوفنا كيف الامبلمنتيشنز لها باستخدام سواء باستخدام الاند اور نوت او الايش او الناند جيت، وان شاء الله بنتدرب عليها هذه بناء على المعلومات اللي اخذوها المحاضره الفاضيه الماضيه عفوا كيف اسمه الماضي المره الماضيه عشان ايش كيف نعمل عمليه تحويل بين او الامبلمنتيشن باستخدام الناند والنور جيت وما الى ذلك، تمام. نيجي هنا على الاود فانكشن، بنقول لك كان عندنا الاي عندنا ثلاث مداخل اي اكس اور بي اكس اور سي لي اي بي داش زائد اي داش بي زائد ضرب سي داش زائد اي بي زائد اي داش بي داش ضرب سي، ومفكر الاقواس طلع عندنا بالطريقه هذه، حيطلع عندنا السم اوف من تيرم بتساوي 1 2 4 7، هم هي 1 و2 وال4 وال7. في عندنا خاصيه في الاكس نور، الاكس نور فانكشن از ان اود فانكشن، اود فانكشن تمام، بمعنى لما يكون عندنا عدد عدد المداخل اللي عنده تمام بتساوي وحدات المداخل، يعني عنده اكس واي زد او عندنا هذا في الحاله هذا اي بي سي، الداخل عنده ثلاث وحدات اود او واحد واحد او خمس وحدات، بكون الناتج الداله بتساوي ايش؟ واحد، تمام. اف بتكون بتساوي واحد. الاكس نور عكسها، لما يكون عندنا المداخل اي بي سي او اكس واي زد المداخل المدخلات الفاريبلز بيكون هم عبارة عن even numbers، يعني عدد ايش زوجي، بيكون الناتج واحد. لما يكون فردي بيطلع جواب صفر الاف. فالاكس نور عكس الاكس اور، الاكس اور لما يكون عندنا المدخلات اود، يعني عدد الوحدات الداخلة ايش فردي، بيطلع الجواب واحد. لما يكون زوجي بيطلع جواب صفر، على عكس ايش الاكس نور لما يكون المدخلات عددهم زوجي بيطلع الجواب واحد، لما يكون عدد المدخلات صفر بيساوي واحد. طب مفهوم ليش؟ لان الاكس نور هي عكس الاكس اور، طبيعي مفهوم ليش، تمام. لانه في عندنا هانداش طبعا على الاكس نور، فاي ايفن ايفن اف بتساوي ايفن فانكشن، لان عكس هذا اصلا في عين هانداش هو نفس الفانكشن زي ما انتم شايفين، اي اكس اور بي اكس اور سي، تمام. الاف بتساوي اي اكس اور بي اكس اور سي، اكس نور ما عليها ايش؟ داش، مهم بس تكون اكس اور لانه فيش عليها داش بس. فطبعا مفهوم انه حيطلع عندنا الاف بتساوي واحد لما يكون عندنا ايفن نمبرز، وعكسها يكون بتساوي واحد لما يكون اود نمبرز في الاكس اور نفسها 100%. اوكي، لوجيك دياجرام اوف اود اند ايفن فانكشنز، ليش لوجيك دياجرام في الاود والايفن فانكشنز كيف نمثلهم؟ عندنا 3 انبوت فانكشن هاي زي عادي اي بي سي، تمام، يعني 2 ليفلز، ونفس القصه 3 انبوت ايفن فانكشنز اللي هي عندنا ليش اي بي وعندنا، تمام، وعملنا على المخرج عشان بس ايش عشان يصير اكس نور عملناها انفيرجن فقط، هذه هي 3 انبوت ايفن فانكشن، هذه اللوجيك دياجرام في الاود اوف اود اند ايفن فانكشنز. كيف عشان نفهم ليش بيطلع الجواب واحد او بيطلع صفر قبل شويه، هان بيطلع ايش بيطلع لنا هان عند الاكس نور لما يكون هذا مدخل كذا بيطلع جواب واحد، لما يكون اود بيطلع الجواب واحد في الاكس اور، لانه اصلا في عندنا انفيرجن في الاخر طبيعي يطلع الجواب عكس بعض، لانه الاكس اور عكس الاكس نور زي ما حكيت قبل شويه. مش نطول في الحكي بزياده في الموضوع، اصلا مفهوم بطل مفهوم لو حكينا فيه كثير. الاهم منه هالجيت لما اخش على موضوع فور فاريبلز اربع متغيرات، نفس القصه اي بي سي دي يكون له اكس اور، فكينا الاقواس حيطلع الاليه بالطريقه هذه، وقت تساوي في الاخر كمان مره فك الاقواس حيطلع عندنا الايش التمثيل العمليه بهذه الطريقه، تمام. اي بي داش زائد اي داش بي ضرب سي دي زائد سي داش دي داش زائد اي بي زائد ايش اي داش بي داش ضرب سي دي داش زائد سي داش دي، تمام. عوضنا عنه حلقة عندنا النواتج عندنا هان ونز في الحالات هذه زي ما احنا شايفين لعند ايش ام 11 ام 8 ام 11 ام 13 ام 14، وهان نفس الداله هذه نفس الاليه الاود والايفن بناء على نفس الاليه. لما يكون عندنا عدد المدخلات اللي هم الاي بي سي دي الوحدات المدخلات عن الاي هو اود حيكون جواب واحد في الاكس اور، ولما يكون ايش ايفن حيطلع جواب واحد في الايش في الاكس نور، وهذه خاصيه مهمه جدا حنستفيد منها هالجيت. في موضوع نعمل جنريتنج لمين للباريتي بت باريتي جنريتنج اند تشيكينج عشان نتاكد من الباريتي عشان نصحح النتيجه عندنا ده. ففي الاليه هي انه نعمل باريتي بت باستخدام البي باستخدام الاكس اكس اور واي اكس اور زد، فعندنا هان ثلاث مداخل اكس واي زد، تمام،
دخلنا الاكس اور اول خطوه ودخلنا كمان مره على ثلاثه. لما يكون عندنا هذول عمليا نفحص عن طريقهم، لازم يكون عندنا نتاكد انه المدخل يكون عندنا ايش يطابق مع البريت المتفق عليها. فبقول لك كان التشيك اللي هو السي، نتاكد منه تشيك هذا السي، هيو السي بيكون معادلته كالتالي، انه هو اكس واي زد مع الباريتي بندخلها كمدخل رابع، اللي هي طلعت من هنا الباريتي هي بتخش هنا، شايفين هذا المدخل هذا الاوتبوت هذا البي بصير ادخالها على الاكس اور الثانيه هذه، وبيطلع لنا هذا التشيك التشييك. تمام، تشيك يعني فحص. فسي بتساوي واحد، يعني انه عندنا ايش في خطا صار، لانه الاصل يطلع الجواب عندنا ايش صفر، لانه الباريتي عندنا في الحاله هذه ايش ان اود نمبر اوف داتا بت ايرور، بمعنى انه التشيك لما يكون عندنا الجواب صفر جواب واحد يعني 1 بت ايرور، في عندنا خطا واحد او عندنا ثلاث اخطاء او خمس اخطاء، يعني اور ان اود نمبر، لكن لما يطلع المفروض الجواب عندنا تشيك يطلع ايش صفر. لو طبقنا العمليه الرياضيه اكس واي زد اكس اور، الناتج البريتي في الحاله هذه حيطلع لنا متى؟ واحد، لما يكون عندنا ايش الناتج، الناتج يكون لما يكون عندنا المدخلات عفوا ايش اود، بمعنى عندنا اكس وواي وزد كلهم وحدات، بيطلع الجواب عندنا هان ايش واحد. طب لو طلع الجواب عندنا ايش، لو طلع عندنا الجواب صفر بيكون عندنا المدخلات هاد ايش مالهم، المدخلات بيكونوا هن فيهم 2 1 1 0، يعني مثلا بيكون اكس وواي وحدات وزد بتساوي صفر، او اكس وزد وحدات وواي بتساوي صفر، فبيطلع عندنا هذه الباريتي ايش مالها، بيطلع بس في الحاله هذه ايش صفر، لانه عندنا عدد الوحدات زوج 2 او 4 او 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 فيش طبعا هن 4 اللي هم 3 اصلا، حيطلع 2 او صفر. لما يطلع لنا 3 وحدات حيطلع الجواب عندنا واحد، يطلع لنا واحد فيهم واحد يطلع الجواب عندنا واحد. تمام، هاي الحالات الموجوده. تمام، ناخذ الباليتي هذه بناء على ذلك ونقارنها مع مين؟ مع نفسهم الاكس واي زد، هم دخلناهم هم كمان مره الاكس واي زد، بما انه دخلناهم كمان مره على اكس اور وعندنا هاي الناتج عندنا بيساوي واحد، لما نكون عندنا تشيك بيساوي واحد هان الناتج عندنا واحد، يعني صار عندنا شو؟ صار عندنا كالتالي، صار عندنا هان ايش؟ عندنا انه واحد واحد واحد، يعني في عمليا هان ايش؟ دخلنا هذا عشان طلع واحد متى؟ لازم يكون عندنا لازم يكون عندنا الزاوية شو اسمه؟ لا تشو عندنا هان يكون؟ يكون عندنا المدخلات على هذا على الاكس اور هذه وارده ايش؟ واحد واحد، صحيح؟ هنا واحد وهنا واحد. فبيطلع عندنا الجواب عندنا هان واحد، في الحالة هذه معناته الكلام هذا انه ما الكلام هذا؟ انه طلع من هنا ايش؟ واحد وهنا صفر، أو العكس، تمام؟ فبيطلع من هنا واحد وهنا صفر. يعني في ايش صار فيه، بدل ما يكون البرتي عندنا البرتي اللي طالع من هنا، بس قلنا واحد بدل ما يكون عندنا البرتي اللي طالع من هنا بناء على على الاكس هذه جت من هان، لو قررناها في الزد حيكون ايش؟ انه هي لو كان عندنا ثلاث مداخل واحد وعطنا هان صفر صفر او واحد حيطلع الجواب ايش؟ واحد، وهان واحد او واحد يطلع الجواب عندنا هان واحد، فيطلع عندنا واحدين، دخلنا واحدين زوجات بيطلع الجواب عندنا هان صفر، فبالتالي بكون الناتج عندنا ايش؟ انه في اما الاجابه صحيحه او انه ايش؟ او انه المدخل عندنا في الحاله هذه في خطا مزدوج، بمعنى انه هو غلط وتصلح لحاله، يعني بمعنى انه عدينا الباريتيز الوحدات طلعوا هم الباريتيز يعني الوحدات عفوا في خطا في اكثر من موقع، يعني في عندنا خطأين، فبالتالي الخطأين ما عندناش نقصد منهم انه عندنا ايش البريتي بت مش مظبوط بسبب خطأ انه حدوث خطأين. اما في حال حدوث خطأ واحد ولقينا طلع عن الجواب عندنا هان واحد مثلا، بكون انه دخل عندنا البريتي من هنا، تمام، بناء على فهم الاكس اور اللي هي بتطلع عندنا البريتي واحد فقط عندما يكون المدخلات جميعا ايش عددهم فردي، تمام، وعندنا هان شو اسمه، طب لما يكون عندنا هان الاكس واي زد بيطلعوا لنا فردي، تمام؟ مزبوط بيطلع لنا فردي، يعني يطلع الجواب عندنا هان واحد. ودخلنا هان ايش؟ الواحد هذا من هنا، صار عندنا ايش؟ عدد المدخلات ايش؟ اربعه، مزبوط؟ عدد المدخلات اربعه. طب بما انه طلع عندنا من هان واحد تمام وحطينا هذول وطلع عندنا كمان مره هنا واحد، اذا في إشكالية في هدول الثلاث، صار عندنا العدد إيش؟ في خلل فيه، لأنه بالأساس كيف بيطلع جواب عندنا هن واحد؟ إنه إيش؟ إنه يكون في المجموعة المداخل هذه كلها
اللي اكس واي زد مع البي يكون مجموعهم ايش؟ عدد فردي. طب اذا كان عندنا هم طلع واحد تمام ودخل هنا كمان واحد عمليا معهم دخلوا هنا كمان مره مع العدد هذا بصير في اختلاف على عدد البارتيز. بعد ما كان عندنا هان مثلا ثلاثه او واحد، لو كان عندنا هان ثلاث وحدات جمعناهم مع الواحد الاخير بصير عندنا الجواب ايش؟ اربعه. فبصير عندنا ايش؟ الجواب على المخرج شو هو؟ اربع وحدات، يعني عدد ايش؟ بكون ايش؟ ايفن، مش زوجي، لازم يطلع الجواب صفر، تمام؟ بمعنى دققوا معي. كان لو فرضنا عندنا واحد، 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 ثلاثة، ثلاثة، ايش؟ ثلاث وحدات، يعني عدد ايش؟ فردي، فهيطلع البرت عندنا واحد، دخلنا هالواحد كم مرة من هنا، مع الثلاث وحدات اللي فوق، صار لنا أربعة داخلين وحدات، مظبوط؟ أربع وحدات يعني صار مجموع الوحدات ايش؟ زوجي، وبالتالي لازم يطلع عندنا هن ايش؟ واحد، وهنا كمان واحد، تمام؟ اوكي يعني هذا يعني يطلع لنا هذا الجواب عندنا عفوا هن واحد وهن عندنا واحد هن عندنا واحد وهن كمان واحد مظبوط. فبيطلع لنا هن واحد او واحد عدد زوجي، حيطلع الجواب عندنا هن صفر، وحيطلع لنا واحد او واحد بيطلع الجواب عندنا هن صفر، صفر او صفر برضو عدد زوجي، فحيطلع الجواب عندنا هن في الاخر ايش؟ واحد، لانه ايش؟ بيطلع الجواب عندنا هن كوريكت. طب لو اختلف الموضوع هذا ودخلنا من هنا واحد او صفر تمام، صار عندنا ايش؟ عاد المدخل عندنا شو هو؟ عاد المدخل عندنا هان ايش؟ فردي، بيطلع الجواب عندنا هان واحد 100%. دخلنا هنا كمان مره اللي هي مثلا العاد هان واحد او واحد، حيطلع لنا عاد المدخلات عندنا في الاكس اور هذا شو هو؟ زوجي، حيطلع الجواب عندنا صفر، واحد او صفر على المدخل هذا حيصير عندنا شو هو؟ واحد او صفر اكس اور، يعني عاد المدخلات الواحده فردي، فحيكون لازم يكون الجواب عندنا هان ايش؟ صفر. في الحالة هذه برضو ايش؟ الجواب بيطلع بالطريقة هذه ايش؟ صحيح حسب الاكس اور، قواعد الاكس اور، لأنه لما حيطلع الجواب عندنا في حالة واحدة، حيطلع الجواب عندنا في حالة واحدة في حالة صحيح، أنه يطلع الجواب دائما عندنا ايش؟ يطلع عندنا الجواب دائما هان ايش؟ اللي هو ايش؟ صفر، لازم يطلع تشيك هيطلع عندنا صفر، مش حيطلع تشيك صفر عندنا هذه الا لما يكون عندنا شو هو؟ عاد المدخلات هان ايش؟ ايفن، بمعنى انه زوج واحد وواحد، دخل عندنا واحد وواحد هيطلع الجواب عندنا صفر، متى حيخش عندنا واحد وواحد هان؟ لما يكون الناتج من هذول اكس اور واحد وواحد تماما، فكيف بيطلع عندنا الجواب عندنا هان واحد وواحد اذا كان دخل عندنا مع البرتي مثلا واحد وكان ليش وكان الزد نفسه كمان ايش صفر مثلا. فلو قارناها مع المدخل الاول اكس واي زد حيكون عندنا ايش؟ انه في خطا في موضوع البريتز. بمعنى نشوف السلايد الثاني، عندنا 3 بت مسج مثلا، عندنا اكس واي زد، عندنا الصفر صفر صفر، عندنا ثلاث ايش؟ ثلاث اصفار 100%، حيطلع الناتج عندنا هان شو البريتي صفر تمام، لانه عندنا المدخلات كلها ايش؟ اصفار، فانا عاد نعتبر الصفر عدد زوجي، فاعطانا البلدي اللي هي البلدي الناتج صفر. عندنا عدد فردي اعطيناه واحد البلدي حسب ايش؟ المعادله قبل شوي اللي هذه تمام، حسب البلدي هان حيطلع عندنا هان صفر واحد، بعدين هان عندنا واحد واحد لحاله حيطلع الجواب كمان مره واحد. عندنا واحدين صار اثنين يعني عدد زوجي، حيطلع البلدي صفر، وهكذا لعند من ثلاث 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 اللي هو واحد 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 حطلع البرد عندنا واحد بناء على ايش؟ على هذه هي المعادله البرد. يعني بدي اقارنه في السؤال اللي بعديه في التيبل اللي بعديه، كيف بصير تشيك او ايش؟ التشيك اللي بنحكي عنه هنا اللي هو هذا التشيك تمام؟ كيف بصير التشيك؟ بصير اقارن عندنا مدخلات صفر صفر صفر، لو كان البرد عندنا بتساوي صفر تمام؟ حيكون التشيك تماما بتساوي ايش؟ صفر، ارجع هان صفر صفر صفر، حتكون البرد عندنا بتساوي في الحاله هذه العدد الزوجي، حيطلع البرد شو هو؟ صفر، لانه البارتي بتاع اكس اور بيعطينا واحد لما يكون فردي تمام. دخلنا هان صفر وعندنا هان صفر صفر صفر، كله ايش؟ صار داخل عندنا اصفار، وبالتالي صار عندنا ايش؟ عدد الوحدات زوجي، بيطلع عندنا هان واحد وهان واحد، واحد اكس اور واحد بيطلع الجواب عندنا ايش؟ بيساوي هاد ايش؟ هاد صفر وهان صفر وهان صفر وهان صفر، فيطلع الجواب عندنا هان واحد، وهان عندنا الجواب برضو ايش؟ سوري حيطلع جواب عندنا في العدد صفر صفر، سوري انا اسف. فبانه هو البرتي بت
عفوا الاكس اور بيطلع عندنا الناتج صفر لما يكون عندنا ايش؟ ايفن، بمعنى بيطلع واحد لما يكون اود، فعندنا صفرين وصفرين وصفرين، هان بيطلع جواب صفر وصفر طبيعي لانه هو اود فانكشن، طلع واحد فقط لما يكون عدد الوحدات فردي، بس مش ولا واحد كله اصفار، فيطلع لنا ايش؟ عدد زوجي، بيطلع عن صفر وهان ناتج صفر. دخلنا الصفرين على الاكس اور النهائيه هذه، بما انه صفر صفر عدد الوحدات زوجي حيطلع الجواب عندنا صفر، بيطلع الناتج صحيح، بيطلع الناتج ايش؟ صحيح. نيجي على الحالة الثانية، نفس القيامة هم صفر صفر صفر، لكن البرتي عندنا بتساوي ايش؟ واحد. حكون تشيك عندنا بتساوي قديش؟ ايش؟ واحد. فبيطلع عندنا خطأ، لأنه حسب المعادلة قلنا لما يكون عندنا تشيك بتساوي في عندنا one error أو عندنا odd فن odd ايش number of that error. قرر فيها، دخلنا هاي الأصفار حيطلع عندنا البرتي، هان بالغلط البرتي عندنا بتساوي واحد. بالغلط، عندنا البرتي بتساوي ايش؟ واحد. واحد اكس اور صفر عدد فردي، يعني يطلع الجواب عندنا هان واحد، مزبوط؟ وهان صفر اكس اور صفر حيطلع عندنا الجواب ايش؟ واحد، بيطلع الجواب عندنا برضه هان صفر لانه اكس عدد زوجي، فبيطلع عندنا واحد هان داخل هان واحد وصفر، واحد اكس اور ايش؟ صفر، تمام؟ واحد اكس اور ايش؟ صفر، فهان بيطلع الجواب عندنا في النهاية ايش؟ واحد. بالتالي لانه عندنا دخل عندنا واحد واحد على المدخل على الانبوت، وهذا عدد ايش؟ اود ايوه اود اللي هو فردي، فهكون الناتج هذا كان الان الاكس اود فانكشن حيطلع عندنا الجواب واحد، في الحاله هذه ثبت انه في عندنا خطا، دخل عندنا هان اصفار واصبحت البرتي عندنا بتساوي واحد، فعملت فتشك ورانا انه في عندنا هالخطا في الاخراج، كمان مره نعيدها البرتي اعطتنا واحد، واحد او واحد اكس اور صفر حيطلع الجواب واحد، تمام؟ وان هان صفر او صفر اكس اور صفر حيطلع الجواب عندنا ايش؟ صفر لانه اود فانكشن. صفر هان اكس اور واحد صفر ايش اكس اور صفر اكس اور واحد هان صفر اكس اور واحد حيطلع الجواب عندنا واحد، وهذا معناته في عندنا خطأ في الحالة خطأ في البرتي، اذا في برتي حتقول لنا ايش؟ برتي ايرور عندنا او انوت فانكشن. هيك بيتم الفحص. لو كرر نفس الامثلة هان اللي عندنا 001 هان الحالة هذه والحالة هذه، شايفين كيف؟ شايفين هذولا؟ في نفس الارقام حيكون البرتي مره صفر ومره واحد، دخل الحالات هذه اكس واي زد على المدخلات ومره قرنها بالان صفر صفر واحد مثلا مع زد بتساوي واحد، حيطلع البرتي عندنا مثلا مره ايش؟ حيطلع البرتي عندنا اول حاله حيطلع البرتي عندنا مره صفر ومره واحد، حنلاقي انه ايش؟ حنلاقي عندنا الحاله هذه عندنا تشيك بتساوي واحد ومره حيكون بتساوي صفر. لما تكون تشيك يعني في عندنا خطا هان البرتي صارت عندنا هان مش مضبوطه، وعندنا الحاله الثانيه حيطلع الجواب صفر، يعني كون الجواب ايش صحيح لانه عدد ايش؟ البرتي طلعت مطابقه حسب التشيك اللي عملناه، تمام. نيجي هنا لو طبقناها صفر صفر واحد حيطلع الجواب عندنا شو اود فانكشن، يعني عندنا حيطلع الجواب واحد، دخلنا الواحد من هنا وهان صفر صفر واحد، جرب صفر صفر حيطلع الجواب ايش؟ صفر. صفر واحد طلع الجواب عندنا واحد، تمام؟ صفر عفوا صفر وصفر حيطلع الجواب عندنا صفر، واحد وصفر حيطلع الجواب عندنا شو هو؟ واحد وصفر حيطلع الجواب بالضبط حيطلع الجواب عندنا واحد فردي، تمام؟ دخلناهم هنا حيطلع الجواب عندنا ايش؟ واحد هنا، وبالتالي عندنا في عندنا الحالة هذه الأولى اللي هي في عندنا 1 ايرور، لأنه في عندنا العدد تشيك مش مظبوط، ثاني في عدد ايش؟ زوجي. نلاقي هان هنلاقي عند الواحد موجود هنا اللي هو مكان صفر صفر واحد بيطلع جواب البلدي صفر بيطلع لانه اصل تكون البلدي مش صفر هان قررناها عندنا هان ايش الجواب صفر صفر واحد خلاص يكون البلدي عندنا بتساوي واحد تمام لو طلع عندنا الجواب هنا واحد بيطلع الجواب صحيح لو كان لكن لو طلع الجواب عندنا هان صفر يبقى في ايش اشكاليه صارت تمام كان مره نقارن هتلاقي صفر صفر واحد تمام بتساوي بيطلع البرتي عندنا المفروض تكون ايش البرتي طلعت البرتي عندنا بتساوي واحد بيطلع غلط لانه المفروض مع الاكس اور يطلع الجواب عندنا هان بسبب انه واحد فردي بتساوي واحد قررناها حنلاقي عندنا لما ندخل الواحد هذا على ندخل الواحد على مدخل البرتي من هنا وندخل كله باقي كله صفر صفر واحد حيطلع واحد وواحد حيطلع الجواب عندنا هان صفر وهان عندنا صفر صفر بيطلع الجواب صفر تمام وبالتالي يعني عمليا بيطلع الجواب مظبوط لكن لو طلع الجواب عندنا هان واحد بسبب انه ها في خطا دخل في البرتي بيطلع الجواب عندنا هان واحد
وبالتالي بيكون عندنا في هون ايرور. تمام، قارنوا الجدول براحتكم في البيت بكل اريحيه تامه بالمدخلات هذه، انه حتلاقوا الناتج عندنا لما يكون مره بيطلع صح ومره بيطلع غلط، بناء على ايش؟ على قيمه البارتي دخلناها صح ولا غلط. تمام، كل مره بشيل البارتي له مره صفر ومره واحد طبعا البارتي. فلو قارنا الجدول حنلاقي كيف انه يتم تشيك انه البارتي صحيحه ولا مش صحيحه، او ايرور تشيك في انه خطا ولا مش خطا بناء على قيمه البارتي اللي بندخلها. مره دخلناها سواء كان صفر، طبعا البارتي بنحسبها، البارتي بنحسبها بناء على ايش؟ داله الدائره هذه اللي هو 0 0 0 0 0 1 0 1 0 هكذا. تمام، حتى نشوف الناتج البارتيز. مره لو كانت الناتج غلط بنقارنه مع مره غلط ومره صح، هنا مدخل هنا بنقارنه على هذه على المدخل هذا تبع البرتي وبنشوف كيف الناتج وبنتاكد. وحنلاقي كل مره لما يكون السي بتساوي 1 حيكون عندنا في ايرور، وسي بتساوي 0 يعني مش في عندنا هان ايش ايرور. هذا بالنسبه لمحاضره اليوم. زي ما شايفين المحاضره الجايه اسمها الهاردوير ديسكربتيف لانجويج اللي هي اتش دي ال، وهذا ديسكرايب ايش ديزاين اوف ديجيتال سيستمز عشان نستخدمها في عمليه سيموليشن او نوصف الهاردوير باستخدام لغه البرمجه اللي هي اتش دي ال. هنتكلم عن الاتش دي ال، في اتش دي ال والفيرلوج. الفيرلوج اللي هي قسم متعلق بالعملي، لكن هذا كل الامر صار ايش الان من ماده نص الفصل الثاني، يعني بعض النصف مات النصف انتهينا منها اليوم في ايش في السلايد اللي هو تاع البريت تشيك باستخدام الاكس اور. راجعوا الموضوع هذا، افهموه نظريا كيف بيشتغل، ليش تعمقوا فيه بزياده، بس فهموا كيف اليه التشيك تاعت البريت باستخدام ايش الاكس اور جيت. هل بدي تفهموا هالجيت بناء على فهم الرمز العام او الفانكشن الداله العامه تاعت الاكس اور والاكس اور، كيف بتصير استخدامها كبرتي وكيف نستخدمها بعدين كبرتي تشيك. تمام، هاي المطلوب منكم الان، واذا في تساؤلات نخش على اللقاء المفتوح او على اللايف ونناقش الموضوع ان شاء الله بحد الموعد. هذا بالنسبه لمحاضره اليوم، مبارك الله فيكم، يعطيكم الف عافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.